أحوال الطقس على الحياة فارغ. من المتوقع أن يكون طقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتسجل درجات الحرارة استقرارا نسبيا، وين تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا. أما بالنسبة للرياح فإنه باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. خلينا نعطيهم يعني درجات الحرارة في مختلف المناطق. في ولاية تونس 29 درجة، ولاية أريانا 32 درجة، ولاية منوبة 32 درجة، بن عروس 35 درجة، نابل 32 درجة، بن زرت 27 درجة، زغوان 35 درجة، ولاية سوسة 31 درجة، المنستير 31 درجة، المهدية 39 درجة، ولاية صفاقس 34 درجة، باجة 39 درجة، جمدوبة 39 درجة، ولاية الكاف 36 درجة، سليانة 37 درجة. فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة على مستوى ولاية القيروان، البارح 40 درجة، اليوم 38 درجة. في معتمدية سيدي بوزيد 39 درجة، ولاية القصرين 37 درجة، جابس 34 درجة، مدنين 39 درجة، قبصة 38 درجة، توزر 41 درجة، تطاوين 37 درجة، وقبلي 39 درجة. هذه قراءة في يعني درجات الحرارة القصوى في مختلف مناطق الجمهورية، وهذا هو شنو عنا بالنسبة للميتيو لليوم. ميتيو أحوال الطقس على الحياة فارغ. سينو نذكر العباد اللي يسمعوا فينا توا 70-35-120 في إطار تشريك المواطن في محتوى البرامج متاعنا. زادا كيف نجموا تتواصلوا معنا إذا كان عندكم بعض الإهداءات اللي تحبوا توصلوها للناس العزيز عليكم ولحبابكم الناس الكل. يا صابر رباعي طول حياتي، ورجعين بعد شوية.